بسم الله الرحمن الرحيم، استكمالا لما توقفنا عنده قبل قليل، نيجي الحين نتكلم على الديسكريبتيف ريبورت اللي قلنا عنها، التقارير الوصفية. يعني تخيل لما انت تيجي مثلا من الجامعة تدخلي تكلمي امك، يوم ما حصل كذا 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 كذا، هذا اسمه وصف، ديسكريبشن. فالديسكريبتيف ريبورت اكسبلين انديفيدوال اكسبيرينس، يعني توضح خبرتك او تجربتك انت او تجربه برنامج جديد مثل ما قلنا، ولا بيشنت ريسبونس ثيرابي. مثلا والله هذا المريض اعطيناه العلاج الفلاني وحصل عنده راش، وبعدين اعطيناه علاج ثاني وراح الراش والحمد لله المريض صار كويس. هذا هو الديسكريبتيف ريبورت. نيجي مثلا ديسكريبتيف ريبورت لايك ايفالويتيف ستاديز، تعطينا يعني ايش، كيف تشبه الايفالويتيف ستاديز؟ انها تعطينا نيو انفورميشن عن مواضيع كثيره مختلفه ولم يتم نشرها. الشيء الثاني descriptive report as opposed to evaluative، كعكس evaluative study مثل ما قلنا do not involve experimental procedure ولا لها فرضية معينة. فهذا الاختلاف والتشابه. طبعا الديسكريبتيف ريبورت تفيدنا، مثلا الحين اتصل فيك احد كدراج انفورميشن فارمس يقول لك والله اعطيت بيشنت وارفارين يا اخي وصار شعره اخضر، هل هذا مسجل مع الوارفارين؟ تدور 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 ما تلاقي كذا، تيجي تفتح الباب ما تلاقي كيس ريبورت انه والله واحد مريض في المانيا اعطوه وارفارين صار شعره اخضر. فتقول اي والله يا دكتور في كذا كذا، هذه سجلت حاله في المانيا، وقتها ما يحس حاله الطبيب انه والله شاذ مره. ها في ناس قاعده تكتب، عشان كذا نقول دائما شجع الريبورتنج الكيس الديسكريبتيف ريبورت. ليش؟ ايش فائدتها؟ لما انت تسجل انه هذا المريض صار شعره اخضر، وهذا سجل شعر مره اخضر، وهذا سجل شعره اخضر، نيجي نقول يا اخي الليتشر فيها حالات كثيره سكارترد كيس ريبورتس انه مرضى مع الورفرين يصير شعرهم اخضر. يلا ندرس هالورفرين سبب اخضراف الشعر وكيف ولا لا. فدائما هتعطينا قاعده نبدا منها دراسات اخرى. يعني اي احد منكم يبغى يسوي بحث يروح يدور على الكيس ريبورتس الموجوده في الليتشر ويشوف كم مره تكررت ويقول لك يلا انا بسوي بحث اتاكد من فرضيه هل فعلا الورفرين يخلي الشعر اخضر ولا لا. مثل ما قلنا الديسكريبتيف ريبورت هي غير تقييمية، هي فقط وصفية، تصف ماذا حدث فقط في وقت معين. الميجر فانكشن حقتهم تو جيت نيو اند انوفيتيف انفورميشن، مثل ما قلنا تعطينا افكار اختراعية رهيبة تفيدك بعدين في اجراء اي بحث تبغاه. كومبير تو ايفالويتيف ستاديز، لما نيجي نقارنها بالايفالويتيف ستادي الديسكريبتيف ريبورت ممكن ان تكتب وتنشر ان شورتر فريم تايم، على طول صارت حاله اكتبها ضب خلي احد يرجع لك اياها وانشرها، ما هي محتاجه لا ستاتستيكال اناليسيز ولا ديسكشن والى اخره. يعني ممكن تكتب كومنتس لكن ديسكشن كومباريزن مع اذر ستاديز لا. These reports also may serve as a basis، طبعا هي بنعتبرها من القاعدات الهرم حق الدراسات، ولولا القاعدة ما بني رأس الهرم، ما في أحد يحقق الكيس ريبورت ولا ديسكريبتيف ريبورت، لولاها ما وصلنا للأعلى. الكيس ريبورت هي ديسكريبشن اوف بيشنتس، ليش سميناها كيس ريبورت؟ هي ديسكريبشن اوف بيشنتس ريسبونس تو نيو تريتمنت اور ميديكيشن. ديسكريبتيف ريبورت اون ان فارماسيتيكال براكتس توبيك يوجوالي ديسكرايب نيو بروسيجر اور اناليتيكال ميثود. ديسكريبتيف ريبورت كان انفورم ذا ساينتفك كوميونيتي اباوت ذا بروبوزد نيو تكنولوجي before it's thoroughly evaluated. طيب خليني اقول لكم مثال حلو كذا تتذكروه ولا تنسوه ابدا. لما يجي عندكم مجموعه واحد مثلا يروح يتعشى برا ويجي اكل مثلا شاورما، وجاء بعد كذا طلع عنده مثلا حساسيه غريبه في جسمه، صارت تطلع عنده بقع لونها اخضر، ما ادري ايش فين على الاخضر انا، بس المهم تطلع بقع لونها اخضر. فهذه حالة غريبة، فهتيجي انت تكتب كيس ريبورت عن هذا المريض. في مريض ذهب للمطعم الفلاني اكل 3 حبات شاورما ولما شرب معهم بيبسي، وبعدين بعد ساعة طلع معاه كذا 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 كذا، ولما جاء عندنا على المستشفى اعطيناه انتي هيستامين واعطيناه هيدروكورتيزون وقعد 2 ساعة بعدين تحول الاخضر الى بنفسجي، بعدين اختفى الاخضر بعد 2 يوم والى اخره. كويس، هذا رقم 1. هذه نسميها كيس ريبورت. افرض راح المطعم 10 ورجعوا ال10 كلهم عندهم نفس الشيء، إذا جيت ال10 وكتبتهم في تقرير واحد اسمها كيس ريبورت. الكيس ريبورت لا تعني العدد، الشخص شخص ولا شخصين، ما دام شملوا تقرير واحد تسمى كيس ريبورت، خلاص حالة عائلة هذا تسمى أو حالة مجموعة. لكن في عندنا شيء ثاني اللي مسميه كلينيكال سيريس، هي عبارة عن كيس ريبورت، جاء هذا الشخص أكل من المطعم وسوينا له تشارت وكتبنا فيه انه جانا شخص وقت اكل المطعم كذا كذا وصار عنده كذا كذا، بعدها بساعه جانا شخص ثاني
كتبنا له تشار ثاني، مو في نفس التشار، تشار ثاني كذا كذا كذا. بعدها بساعة جاء ثلاث أشخاص ماكلين من نفس المطعم، جينا كتبنا ثلاث أشخاص كذا كذا، بعدين خبيناها، جاء بعد أسبوع أكلوا من نفس المطعم، صار كذا. نيجي نجمع هذه الريبورتات، الريبورت أول، الريبورت الثاني، الريبورت الثالث، وبعدين نسوي منها كلينيكال سيريس. فهي عبارة عن روبورتات اورد ريتن، فانت حتجمعها تسوي منها كلينيكال سيريس. لكن ما ينفع تيجي تقول والله 10 جوا عندنا اليوم وكلهم كانوا ماكلين مطعم وكلهم تسمموا، فهذه كلينيكال سيريس نو، هذه كيس ريبورت. اوكي، فور اكزامبل يو ماي يوز نيو دراج فور انديكيشن نوت ليستد ان ذا برودكت ليبلينج بيكوز سيميلر ايجنت هاف بين يوزد فور ات. طيب يو اوبزيرف يوز اوف ذا دراج ان 10 كونسيكوتيف بيشنت اند are impressed with the outcome because you want the pharmacy and medical communities to know about their experience, you decide to publish it as clinical series. Okay, شفت كيف كاتب لك 10 consecutive patients، مريض ورا مريض ورا مريض، مو حادثة واحدة. Then you summarize the use of the drug in each patient along with the outcome. نحط ايش استخدام هذا الدواء، وش الريزلت طلعت، استخدام هذا الدواء الريزلت طلعت، في كل ريبورت لحاله. الديسكريبتيف ريبورت اوف ا بروجرام كان انفورم يو ذا بروفيشنال كوميونيتي اباوت نيو فارماسي بروجرام. مثل ما قلنا البروجرام هي مجموعه مشاريع، فانت عندك تقرير يصف هذا المشروع كامل فتستفيد منه عشان انت لو تبغى تسوي زي ما قلنا مشروع ثاني مثله. Even though no evaluation was conducted، ما في تقييم للبروجرام، لكن you can describe و provide brief analysis او كومنت على هذا البروجرام. Descriptive report of a population، دائما لما تيجي تعطي تقرير عن population هو يستخدم ليصف مثلا أشياء محببة لدى هذا الشعب أو خصائص معينة عند هذا الشعب. دائما مكونات الديسكريبتيف ريبورت، تذكروا هناك ايش قلنا؟ تايتل، اوثر، ابستراكت، انتروداكشن، بعدين الميثود. هنا تايتل، اوثر، ابستراكت، انتروداكشن، بعدين الاوبزرفيشن اللي انت لاحظها، بعد كده الدسكشن، كونكلوجن، اند ريفرنس. الهدف من الكيس ريبورت قلنا فور ريبورت فور سنجل بيشنت اور سيريز اوف بيشنت، لكنها تكون كواقعة واحدة. الديزاين، اوبزرفيشن، ريبورت اوف اوبزرفيشن ريليتد تو دراج اور procedure being applied to single patient أو group of patients without control group أكيد يعني. هذا الكيس ريبورت، شفنا هذا البيشنت، جاء هذا البيشنت سوينا له chart note، جاء هذا البيشنت سوينا له chart note، جاء هذا جمعناهم كلهم بعد ما سوينا chart chart chart، هذا كذا كيس ريبورت كيس ريبورت كيس، جمعناهم كلهم صارت clinical series. نيجي على الأشياء الأخيرة اللي باقي عندنا، البايوكوفلنس ستاديز. دائما نسمع بايوكوفلنس بايوكوفلنس بايوكوفلنس، إيش المقصود فيها؟ البايوكوفلنس هي المقصود فيها تقييم التكافؤ الحيوي لمنتجين أو أكثر. يعني عندنا إحنا مثلا واحد براند وواحد جينيريك، نبغى نشوف هل هم متماثلات زي بعض ولا ما هم زي بعض. عادة الجينيريك ما هو توتالي بايوكوفلنت للبراند، لكن مسموح للجينيريك يكون أقل من البراند ب 20% أو أزود من 20%، عشان كده نلاقي الكونفدنس انترفال من 80 ل 120 أو 125%. المقصود فيه هنا إنه يعطي نفس المفعول الحيوي، لكن قد لا يكون بنفس السرعة أو بنفس القوة، لكنه قادر على علاج المرض اللي مصاب فيه الإنسان. اللي هي طبعا ديزاين حقت البايو اوكرنس هي اكسبيرمنتال، لان احنا بنجيب التابلت حقت البراند ونجيب التابلت حقت جينيك، بنعطي هذا للمريض وهذا للمريض، وبنقعد نقيم الاستجابه الحيويه حقته والى اخره. ميجر ذا باي افيلابيلتي اند ذا باي اكوفلنس، احنا ايش الفائده ان اقيس الباي افيلابيلتي؟ يعني قديش اتيح هذا الدواء في الجسم او قديش وصل هذا الدواء للريسبتورز، عشان اشوف التفاعل او التكافؤ العلاجي حيوصل مثله ولا لا او شبيه له ولا لا. فهذه الباي اكوفلنس ستاديز دائما بتوين الجينيريك والبراند ميديكيشن او تو براندز ميديكيشن من فروم ديفرنت كانتريز، عشان نعرف الانفيريورتي او السيبيريتي او السيميلاريتي بتوين ذا تو برودكتس. Stability studies هذه دائما تقيم ثباتية الدواء في different dosage forms. أحيانا أنت تحول من الأورال تسوي منه أوفثالميك، تسوي منه تابلت كراشة، تسوي منه ليكويد، فتبغى تشوف هذا قديش ستيبل، 14 يوم 15 يوم وإلى آخره. فهذا نسوي هذا Stability studies عشان نعرف هذا الدواء stable for how long، لما نيجي نعطيه للمريض نعرف أنه safe and effective مع
المريض. دائما الاكسبيرمنتال هذه تعتبر ليش؟ لانك تجيب الدواء وتشتغل عليه، تطحن، تخلط، تسوي، ففي انترفنشن، في تدخل في وضعيه الدواء. دراج كونسنتريشن ميجرمنت ات فاريس كونديشن، عاده عشان اعرف الاستابيليتي اشوف بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه، في درجه حراره معينه، في ضوء معين. الامبورتنس برودكت كواليتي عشان نعرف جوده المنتج اللي عندنا. الفارماسيست كان يقدر يعرف البريباريشن هذه قديش ستيبل قبل ما اروح اعطيها للمريض واقول والله استخدم مده شهر والماده فقط فعاله لمده اسبوع، فيكون كذا اذيت المريض. بوست ماركتنج سيرفيلانس عاده هذا يسووا الاستفتاء بعد تسويق الدواء في السوق عشان نعرف هل الدواء له ادفيرس افكت، هل الدواء فعال كويس مثل ما الشركه تدعي، هل الدواء طلع له مشاكل احنا ما ندري عنها. عاده نستخدمها مع نيولي ابروفد ميديكيشن، وهذا يسموها ريال وورد داتا اللي هي الداتا الحقيقيه، لانه احنا واحنا نسوي في التجربه جبنا ناس مثاليين وقعدنا نتابعهم ونراقبهم عشان نسوي التجربه، لكن في البوست ماركتنج سيرفيلانس خلاص بداوا الناس اللي حقيقيه يستخدموا الدواء ونشوف ايش الريزلت تطلع عليهم. هذه دائما تعتمد على التقرير المستمر، دائما ظلك تكتب هذا المريض حصل معه كذا، هذا تطلب من الناس كلها تسجل والناس كلها ترسل تقاريرها عشان نعرف نقيم الدواء قبل ما يستفحم شره في السوق لا سمح الله. هي تعتبر continuous reporting، نعتبرها observational لأن المريض ياخذ الدواء بوصفة الطبيب غيري أنا، وأنا فقط أتابع إيش صار مع المريض، فأستخدم follow up case control cross sectional، وأحيانا قد نتطرق إلى clinical trials to confirm certain results بس usually هي observational. الimportance reporting the potentially serious adverse effect of a drug and use of a new drug outside the labeled use. أحيانا نفس الدواء already موجود في السوق من سنين بس قاعدين نستخدمه في استخدام غير اللي هو صنع له، فهذا بنعتبره من new use and we have to report any event يحدث معه. هذا قلنا عنه هرم الدراسات، شفنا أول ما بدأ تحت نلاقي الدراسات كانت تبدأ in vitro اللي هي test tube، لما تتذكروا في المعامل نجيب test tube ونحط مادة على مادة وإلى آخره، بعدين بعد كده بدأنا نحقنها في الحيوانات ونشوف كيف ردت فعلها، بعدين ideas tutorials opinion كل واحد يكتب الopinion حقه، بعدين case report اللي تو تكلمنا عنها وقلنا هي من الأساسيات، بعد كده تصير case series اللي هي مجموعة case reportات، بعد كده case control اللي هي نمسك الoutcome ونرجع لورا نشوف إيش الريسك فاكتور، بعدين cohort studies قدر نمسك الريسك فاكتور نرجع لقدام ونمشي لقدام نشوف إيش الoutcome اللي حيطلع، بعد كده randomized control trial اللي حنتكلم عنها فيما بعد، وبعدها systematic review والميتا analysis هم أعلى شيء في الهرم. هنا حتلاقوا بعض ال self study questions، فأنا I wish إنه أنتم to go through it تلاقوا الحل موجود. بالنسبة للكيس الأولى الحل حيكون هو number B اللي هو observation case control، الكيس الثاني حيكون A اللي هو true، والكيس الثالثة حيكون C اللي هو write the information as a case series and publish it in a medical journal. Anyways I wish إنكم استفدتوا. إذا كان في أي سرعة في الكلام حاولوا ترجعوا الصوتية شوي شوي. اللي عنده أي سؤال يرسل على الإيميل و I'm ready to explain whatever you want. احتمال تلاقوا بعض المستيكس في السبيلينج ولا هذه اعذروني يعني فيها، أنا رجعتها as much as I can، بس مثلا هنا ألاحظ ما أدري أثناء الطباعة في أشياء تبعد وأشياء تقرب، و الله ييسر لكم أموركم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.